هنا قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى المبارك لكي نتعرف كيفية شراء أضحية العيد من خرفان وما هي أنواعها والخروف مواصفاته إيه؟ أتعرف بيك يا عم الحاج؟ معلم صلاح أبو حسن الشرقية مركز أبو قير. عم الحاج كنا عايزين نعرف مواصفات الخروف وأنواع الخرفان إيه؟ بالنسبة للخروف دي بلدي ومش أي بلدي، يعني في خولي في رحماني في وسيمي، دي خولي. خولي؟ يعني ايه خولي؟ يعني او اعرفها ازاي؟ هي نوعية يعني في الغنم احلى نوعية. تمام. احلى من البرقي؟ لا، اللي هو البرقي ليه مميزات ودي له مميزات. تمام. البرقي بقف عند سن عند وزنه معين، ولو زاد على الوزن بتاعه بيبقى سمين. يعني بالنسبة للبلدي مهما يتقل لحمه كويس. طيب بالنسبة للخولي، نعرف اول حاجة في الاضحية ازاي نضيف فيها حتة لحمة حلوة كخرفان. بسم الله ما شاء الله. ايوة. حضرتك انت تصور ده وزنه مثلا 100 كيلو. تمام. شوف اللي هي مفيش، اسحب كده يا ابني زي ما انت شايف كده. بسم الله ما شاء الله. الطرف لازم يبقى خفيف. هي اللي هي دي وزنه معدي، يعتبر يعني حاليا دلوقتي هو موزون من شهر 100 كيلو، دلوقتي يعدي ال 100 كيلو. تمام. بالنسبه للبرقي، البرقي هل بنبص على السنان؟ انا اسف على حديثك. بالنسبه للسنان كسر جوز. كسر جوز. كسر ده افضل حاجه. افضل حاجه. تمام. طب نفتح كده نتفرج معلش. اهو يا باشا. كسر جوز يعني لازم يبقى عريض السنين. صح كده؟ ايوه. السنتين اللي قدامه بيكون لازم عراض. صح كده؟ لازم يبقى عراض. تمام. بالنسبه بص دي بالنسبه للبلدي، والبلدي مش اي كلام يوكل، واهم حاجه المرعى. المرعى اهم حاجه، الاكل العلف. بالنسبه للعلف يعني الغنم دي متربيه على ايه؟ طن العلف النهارده انت زي ما انت فاهم يعني ب 10,000 جنيه. تمام. غير العماله، غير التبن العدس اللي احنا بنجيبه. عدس؟ التبن العدس الكيلو ب 4 جنيه. طيب عايزين نسالك ب 4,000 جنيه التبن. طيب عايزين نسالك بالنسبه ل البرقي عامل ايه والبلدي كمان ايضا؟ البرقي مطن. تمام. طب نفتح كده نتفرج معلش. اهو يا باشا. كسر جوز يعني لازم يبقى عريض السنين. صح كده؟ ايوه. السنتين اللي قدامه بيكون لازم عراض. صح كده؟ لازم يبقى عراض. تمام. بالنسبه بص دي بالنسبه للبلد، والبلد مش اي كلام يوكل، واهم حاجه المرعى. المرعى اهم حاجه، الاكل العلف. بالنسبه للعلف يعني الغنم دي متربيه على ايه؟ طن العلف النهارده انت زي ما انت فاهم يعني ب 10,000 جنيه. تمام. غير العماله، غير التبن العدس اللي احنا بنجيبه. عدس؟ التبن العدس الكيلو ب 4 جنيه. طيب عايزين نسالك ب 4,000 جنيه التبن. طيب عايزين نسالك بالنسبه ل البرقي عامل ايه والبلدي كمان ايضا؟ البرقي موجود. البرقي؟ موجود البرقي. اعرفه ازاي؟ يعني ايه الفرق بينه وبين الفرق؟ البرقي اهو. تمام. حجمه صغير اهو، بيبقى حجمه صغير. حجمه صغير تقريبا يعمل كام كيلو البرقي؟ بالنسبه للبرقي يعني بوصل 55-60 كيلو، وبعد ال 50 بيبقى سمين. والطرف ما فيهوش طرف؟ نعم. لا ما فيهوش ليا. لا ما فيهوش ليا. ما هو صح كده. تمام. دي البرقي. طيب كلمني على الاسعار. الاسعار السنه دي عامله ايه في الخرفان؟ بالنسبة للأسعار يعني كل يوم هو في شأن، الدنيا عمالة تغلى. بيبدأ بكام كده تقريبا؟ يعني بيبدأ من في البلدي ب 90، والبرقي ب 100 جنيه. 90 و100 جنيه. أفضل خروف أشتريه يعمل كام كيلو مفترض؟ بالنسبة لل أعتبر ما هو كل واحد ومقدرته. ما هو كل الخرفان بالنسبة للخرفان، كل الخرفان ايه؟
اهم حاجه العلف الكويسه، سواء هتاخد مثلا خروف 70 خروف 80 خروف 50 زي ما انت عاوز. انا بشكرك يا حاج صلاح وبشكر متابعي اليوم السابع، كنا معكم في لايف جديد ازاي تشتري خروف العيد وايه مواصفاته.